هذه المنطقة الخضراء وغيرها في مدينة النجف ستتحول إلى مشاريع تجارية، والمراقبون يؤكدون أن تغيير جنس المناطق الخضراء إلى مشاريع جانا شفت هذا يلا اطلع 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 خلنا نشتغل اطلع دقيقة دقيقة بس دقيقة وصورك حلو شو اسمك؟ عباس هاشبيك عوفه شنو؟ دفتح يلا يا شبيك يلا شغلك هذه هاشبيه هذا تخبر يلا هذه المنطقة الخضراء وغيرها في مدينة النجف ستتحول إلى مشاريع تجارية، والمختصون في القانون يؤكدون أن المشاريع التجارية هذه المنطقة وغيرها ستتحول في القريب العاجل إلى مشاريع تجارية، وبحسب المختصون في القانون شبيك عمو بيك عيني بيك بيك